أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ريدون. يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.